بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اي جي بوكس اوفيس. الاسبوع دوت معانا مازال متصدر فيلم ماكو على كشف الايرادات في السوق المصري. الفيلم طبعا زي ما انتم عارفين اخراج محمد هشام الرشيدي، تاليف احمد حليم، بطوله نيكولا معوض وبسمه ومنذر ريحنا وعمر وهبه وناهد السباعي وساره الشامي. بتدور القصه حوالين العباره سالم اكسبريس، مجموعه من مصوري الافلام الوثائقيه بيحبوا ان هم يروحوا يختصوا ويصوروا العبارة دي ويعملوا فيلم وثائقي عنها، لكن لما بينزلوا تحت المية بيواجهوا قرش من نوع ماكو بيقتلهم واحد ورا التاني حسب الأحداث التاريخية لكل واحد فيهم، وبنكتشف مع بعض علاقة كل واحد فيهم من أفراد المجموعة بالعبارة دي وتاريخه السابق ليها، ده غير طبعا علاقاتهم الشخصية مع بعض. الفيلم طبعا فيلم اكشن سسبنس، حقق ايرادات الاسبوع دوت 3,800,000 جنيه، وبعد اسبوعين من عرضه وصلت ايراداته الكليه ل 9,600,000 جنيه. في المركز الثاني معانا الاسبوع دوت مازال الانس والنمس في المركز الثاني. الفيلم طبعا اخراج شريف عرفه وتاليف شريف عرفه وكريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منى شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي وصابرين. الفيلم طبعا كوميدي بتدور احداثه في اطار من الرعب الكوميدي شويه. بنتكلم على تحسين شغال في مدينه الملاهي بيت الرعب، بيحب نارمين بنت من بنات الجن، بيروح يعيش مع اهلها لفتره معينه عشان يختبروه هل هينجح ان هو ياخد نارمين ويتجوزها ولا هم اللي هينجحوا في جذبه ليهم او يقضوا عليه بمعنى اصح. الفيلم حقق الاسبوع دوت ايرادات وصلت 2,500,000 جنيه، وبعد 6 اسابيع من عرضه وصلت ايراداته الكليه ل 49,200,000 جنيه. انك عاوز تتجوز نرمين؟ لو منك ما وافقش وطلبوا مني اني اقعد معاهم عشان يعرفوني. احنا شكلنا داخلين على ماتش كوره والحكم في النص اهو. في المركز الثالث معانا الاسبوع دوت تقدم فيلم موسى على فيلم 200 جنيه. الفيلم طبعا بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي وأحمد حاتم وأحمد مالك، تأليف وإخراج بيتر ميمي. بتدور أحداثه في إطار من الأكشن الخيالي، أول فيلم عن الروبوتات في مصر وفي الوطن العربي، زي ما ماكو كده أول فيلم عن القروش في مصر والوطن العربي. موسى بتدور أحداثه في إطار من خيال علمي، بيتكلم على يحيى بيصنع روبوت بيسميه موسى على اسم أخوه اللي توفى، بيحاول يقضي بيه على الأشرار من وجهة نظره في المجتمع اللي هو بيعيش فيه. الأسبوع دوت موسى قدر يحقق 1,200,000 جنيه، وبعد 5 أسابيع من عرضه وصلت إيرادات الكلية ل 14,600,000 جنيه. أنت فاكر لما قلت لي إن أمي الله يرحمها كانت حامل في ولد قبلي ونزل ميت، وإن لو كان عايش دلوقتي كان زمان أخويا الكبير؟ فاكر قلت لي كنت هتسميه إيه؟ موسى. في المركز الرابع معانا الاسبوع دوت فيلم 200 جنيه. بيتراجع طبعا فيلم 200 جنيه في المنافسه. الفيلم اخراج محمد امين وتاليف احمد عبد الله، بطوله مجموعه كبيره من النجوم على راسهم اسعاد يونس واحمد السقا، خالد الصاوي، طارق عبد العزيز، احمد رزق، هاني رمزي، نرمين زعزع، مي سليم. الفيلم اجتماعي انساني جدا، بيتكلم على ورقه ال 200 جنيه بتدور من شخص لشخص من خلال قصص مختلفة بتبين الشخوص دي بتتعامل ازاي مع الفلوس ومدى احتياجها للفلوس من عدمه. الفيلم الاسبوع دوت حقق ايرادات 1,200,000 جنيه، بيجي في الترتيب الرابع بعد موسى، بعد 3 اسابيع من عرضه وصلت ايراداته الكلية ل 6,100,000 جنيه. نعمة عملوها برفق؟ اكيد انت واحد منهم ويمكن تعرف حد منهم. في المركز الخامس معانا الاسبوع دوت فيلم العارف. الفيلم طبعا هو فيلم اكشن اخراج احمد علاء الديب، تاليف محمد سيد بشير، بطوله النجم الكبير احمد عز، احمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميده، كارمن مصيبس، وركين سعد. الفيلم بدور احداثه في اطار من مخابرات، ضابط مخابرات بيرجع تاني للشغل من جديد، بيواجه مجموعه من الارهابيين والمحتلين اللي بيخترقوا البنوك وبيسرقوا الفلوس عن طريق الهاكرز من اجل مصالح دول تانية، جماعات إرهابية، سلاح، مخدرات، زي ما انت عايز تقول قول. الفيلم حقق الأسبوع دوت إيرادات
1,100,000 جنيه، وبعد 9 أسابيع من عرضه وصلت إيراداته الكلية ل54,800,000 جنيه. المركز السادس معانا الأسبوع دوت منافس جديد بيدخل السوق المصري، هو فيلم 30 مارس. الفيلم إخراج أحمد خالد موسى وتأليف حميد المدني، بطولة أحمد الفشاوي، دينا الشربيني، آية سليم، محمد علي رزق، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، مجموعة كبيرة جدا من النجوم موجودين في الفيلم. الفيلم إطار أكشن دراما، بيتكلم على علي، عنده حالة نفسية، بيتهم في جريمة قتل، بتحاول تساعده جارته اللي موجودة معاه في العمارة اللي بتحبه، والمحامي اللي معاه، هل هو فعلا اللي قتل ما قتلش، هل الحالة النفسية اللي عنده هي اللي خليته يعمل كده. بيتورط طبعا في جرائم تانية خلال الأحداث من قبل ناس هو ما يعرفهاش أصلا. الفيلم حقق في أول أسبوع من عرضه 800,000 جنيه. هل هنشوفه بينافس في الأسابيع اللي جاية ولا لأ، أو أول ظهوره حقق 800,000 جنيه، طلع في المركز السادس، بعكس طبعا فيلم ماكو لما نزل الأسبوع اللي فات احتل المركز الأول والصدارة. فهنشوف تغيرات كتيرة في ترتيب الجدول أكيد الأسبوع الجاي. أنا سألت نفسي سؤال، اللي بيحصل ده انتقام من ربنا ولا اختبار منه؟ في المركز السابع معانا الأسبوع دوت فيلم مش أنا، بيتقدم على فيلم البعض لا يذهب المأذون مرتين، وبيحاول يحسن ترتيبه في جدول شباك التذاكر. الفيلم طبعا اخراج ساره وفي وتاليف تامر حسني، وبطوله تامر حسني، حلا شيحه، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، ومحمد عبد الرحمن توتا. الفيلم بيتكلم على حسن اللي عنده حاله غريبه في نص جسمه الشمال ما بيقدرش يتحكم فيه، وطبعا ده بيوقعه في مواقف مضحكه كتير. بيحاول يتغلب على هذه الحاله اللي موجوده عنده من خلال حبه لحلا شيحه، ومن خلال طموحه واصراره على تحقيق حلمه واللي بيحققه في الاخر. الفيلم حقق الأسبوع دوت إيرادات 200,000 جنيه، وبعد 12 أسبوع من عرضه بتوصل إيراداته الكلية ل44,800,000 جنيه. المركز الثامن والأخير معانا الأسبوع دوت بيتراجع فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وبيوصل المركز الأخير معانا هو المركز الثامن. الفيلم اخراج احمد الجندي وتاليف ايمن وطار، بطوله كريم عبد العزيز الكبير ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت واحمد حلاوه. طبعا دينا الشربيني كده بقى ليها فيلمين في السوق بنزول فيلم 30 مارس الاسبوع دوت، بتنافس نفسها بمعنى اصح. الفيلم طبعا بعض الاسباب المأذون مرتين مختلف تماما عن 30 مارس، هنا الفيلم كوميدي لايت رومانسي. هنا بتتكلم في دينا الشربيني طالعه خبيره علاقات زوجيه متجوزه من مذيع، بيحاولوا يتطلقوا، مصر كلها بتطلع على حس الموضوع دوت نتيجة غلطة في السيستم، فالسيستم كله بيقع، وبالتالي ده بيوقعنا في مواقف كوميدية كتير. الفيلم حقق الأسبوع دوت إيرادات 107,000، وبعد 10 أسابيع من عرضه وصلت إيراداته الكلية ل40,200,000 جنيه. بكده تكون خلصت حلقتنا الأسبوع دوت. طبعا السوق المصري بقى فيه 8 افلام بتنافسوا، افلام عربيه بتتنافس في السوق المصري دلوقتي. يا ريت كل الناس تنزل تروح قبل طبعا دخول المدارس والجامعات هتبتدي، فيعتبر كده احنا خلاص في نهايه الموسم الصيفي للافلام. نتمنى نكون نديكم معلومه مفيده، يا ريت تدعمونا باشتراك وسبسكرايب ولايك وشير للفيديو، ولو في اي كومنتات ليكم او اسئله سيبوها لنا في الكومنتات تحت. شكرا جدا ليكم.